Hello and welcome my friend to a new challenge today. النهارده مغامره جديده مع لعبه اوف ذا رود. اهلا بيكم اصدقائي. نشوف بقى داخلين على التشالنج على طول. التشالنج النهارده عباره عن ان هننقل حاجات بالهليكوبتر بتاعتنا اللذيذه دي، شايفيني وانا قاعد فيها طول عمري بطل. هننقل بعض الطرود وبعض الصناديق من الميه ومن اماكن مختلفه لحد المنصه العائمه اللي في وسط البحر عشان يكملوا شغلهم. اهو خلاص خدنا اول طرد، يا سلام عليك وانت طاير. هنتبع طبعا السهم الاخضر ده نشوف فين عشان نعرف مكان المنصة. ايوه هي اللي هناك دي بالظبط. واضح ان الهواء جامد جدا، او معرفش الحاجة بترقص ليه. ده احنا ماشيين وصلنا الجزيرة. ننزل بقى، لازم بقى نحاول ننزل الطرد بتاعنا جوه الحلقة الصفرة دي. يلا يا بطل، الموضوع ما هو سهل. ايوه انزل شوية. لا لا محتاجين نيجي قدام. ايوه كده، حاول كده تنزل، انزل نشن. لا 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 مش كده، لا هنطلع تاني ونحاول نيجي يمين شوية بس من غير ما نبعد عن المنصة. لا يا بطل على مهلك شوية، الهوا جامد. ايوه لف بقى تاني، محتاجين نطلع لفوق شوية، فوق شوية. ايوه يا سلام عليك، يا سلام عليك. يلا يا بطل. ايوه الدايره قدامنا اهو، عايزين ننزل الطرد بتاعنا فيها. ادي اول طرد، جودز ديليفرد، جودز ديليفرد. وصلنا الطرد بتاعنا. السهم بيشاور لنا ان لسه فيه طرد تاني، هنروح نجيبه سوا من الجزيره دي. بيشاور لنا اهو، يا ترى فين؟ في مخزن قدامنا كبير اهو، يا ترى ورا المخزن ده ولا موجود فين؟ عربيتنا اهي يا جماعه، شايفينها التراك بتاعنا التحفه ورا ايه ده، بيشاور الناحية التانية. طب فين؟ فين؟ ايه ده، جوه المخزن ولا ايه؟ بص كده، اه المخزن جواه حاجات سفتة وازاز. طب ندخله ازاي ده؟ يا ترى ينفع ندخل من الباب ده ولا ايه؟ شوف كده نحاول سوا. يلا يا بطل، عايز تحكم جامد ده في الشابتر بتاعتنا. يلا لف تاني، محتاجين ننزل تحت شوية. ايوه كده، ادخل يا بطل برجلك اليمين. ايوه هو ده الطرد. يلا نحاول بقى نشبكه في الهليكوبتر بتاعتنا. خلاص شبكناه، برافو. ناقص بقى نطلع فوقنا السقف، قدامنا ورانا باب، وفي باب الناحية التانية. نطلع من انهي باب؟ نطلع من تاني باب اللي هناك، بدل دخلنا الباب نطلع من الباب التاني. يلا خلاص الصندوق اهو متعلق معانا في الطيارة. يلا يا بطل انزل بس تحت شوية عشان متغلطش في السقف. ايوه لا 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 رايح فين؟ رايح فين؟ لف لف، انت فاكر نفسك ايه؟ ايوه طلعنا من الباب، برافو عليك. اطلع بقى فوق شويه عشان البضاعه اللي معاك ما تبهدلش. ايوه سام بيقول الناحيه التانيه عشان شايفين بقى الجسر. يا سلام، عشان نوصل المنصه العائمه. منظر من فوق تحفه. عايزين نوصل المنصه دي عشان ننزل البضاعه فيها. يلا يا بطل، الهوا جامد لكن احنا جامدين اكتر من الهوا، ولايكاتنا كتير واشتراكاتنا جاهزة على طول. هننزل الطرد بتاعنا عشان نكمل المغامرة بتاعتنا النهاردة جوه الحلقة الصفراء. لا لا ارجع لورا شوية، حاول بقى تتحكم في الطيارة افضل من كده. ايوه يا سلام عليك، جودز ديليفرد، تحفة.